السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة من المحاضرات الخاصة بالفاير فايتنج سيستم. النهاردة بإذن الله هنكمل ما توقفنا عنده في المحاضرة السابقة، اللي هو المشروع الخاص بالإيركرافت هانجر. زي ما قلت لك قبل كده إن المشروع ده كبير وصعب إن احنا نغطيه في محاضرة أو اتنين أو تلاتة حتى، لأن فيه شغل كتير زي ما انت شايف كده، مساحته كبيرة، في سيستم كتير، في هيبقى راوتنج هتشوفه النهاردة بإذن الله هيبقى كتير. تعال نشوف ازاي ان احنا نعمل بقى توصيل اللي هو خاص بالبايبنج لكل النوزل بتاعتي، سواء كان الفوم او حتى الجزء بتاع السبرينكلر، سواء في المنطقة بتاعت الجراوند او حتى المنطقة بتاعت الفيرست، وازاي نوصل برضو البايبنج اللي هو خاص بالفوم جنريتورز اللي هي موجودة عندي بالشكل ده، تمام. وبعد كده بإذن الله يعني ممكن لو لحقنا النهاردة هنكمل اللي هو جزء بتاع الهيدروليك الكوليشن، ما لحقناش يبقى بإذن الله هيبقى المرة اللي جاية. طيب تعال نشوف القصة ده هي نعملها ازاي. هنا نبص نلاقي ان الأوضة بتاعة اللي هي الإكيومنت الخاصة بالفوم ممكن ما تبقاش بنفس الارتفاع اللي هو خاص بمين، الخاص بالإيركرافت هانجر. هو مش ممكن، هو ده اكيد يعني، تمام. فالايركرافت هانجر مثلا هتلاقي الارتفاع بتاعه ممكن يوصل ل 12 15 متر، لكن الاوضه نفسها بتاعت الاكيومنت انا مش عايز اكتر من 4 متر مثلا ارتفاع، على حسب طبعا الارتفاع اللي هو خاص بالبلادر تانك. طيب في الحاله ديت انا عايز اوصل البايبنج بتاعي من اللو ليفل اللي هو خاص بالاوضه ديت لحد ما اوصل للهاي ليفل اللي هو موجود عندي فين، اللي هو موجود عندي في السبرينكلر او النوزل اللي موجود عندي في الايركرافت هانجر، تمام. ممكن هتلاقي عندك البايبنج على طول ممكن تمشي مباشره اللي هي خاصه بالزون كنترول ستيشن، ممكن تمشي مباشره للمنطقه ديت، لان في الغالب برضه هتلاقي ارتفاعها يعني يعادل الارتفاع بتاع الاوضه بتاعه الاكيومنت الخاصه بالفوم، لكن المنطقه العليا ديت صعب ان احنا ايه نوصل لها. فهنعمل حركه دلوقتي هنشوفها مع بعض، ان انا هاجي اروح واخد اللي هو الرمز بتاع الرايزر، يبقى السيمبل بتاع الرايزر. انا عندي كام زون؟ عندي 7 ديليوج فولف. فهتيجي عند اي حائط من الحوائط دهيت وتبدا هنا تعمل السبعة دول، 5 ادي 6 ادي 7، تمام. وبعد كده اما انك هتتحرك، وده طبعا اللي بيحصل يعني انك هتتحرك من الجنب بتاع الاوضه دوت، بس هنا عشان خاطر بس صعوبه الظهور البايبنج او الخطوط بتاعتي هتبقى متداخله، فانا خلاص هاخد ايه الخطوط دهيت ايه من الجنب بالشكل ده كده. ناجي اروح راسم لاين، ماي لير ماتش بالشكل ده كده، واخدها مثلا المسافة بتاعتها وليكن كده، ادي 1 2 3 4 5 6، ناقصنا واحدة كمان بالشكل ده كده اهو. طبعا البايبنج دي بتبقى ايه زي ما قلت لك جوه الاوضه، بس هنا لصعوبه توضيح القصه ديت على الرسم عشان بس تبقى في خطوط عندي كتير ما يحصلش فيها تداخل، فيعني هبينها بالشكل ده كده. نعمل بس اللي هي الروتيت، هنا عندي لاين نحاول بقدر الامكان نقلل المسافات شويه، بس عشان ايه متبقاش الدنيا زحمه. ادي كده 3 و3 6، ناقص واحده، تمام. هتيجي بعد كده
يبقى الاوفست على طول تروح عامل ايه البايبنج بتاعتنا بالشكل ده. ممكن نعمل بس ازاحة بحيث ان هي ايه تبقى مش متقطع كده مع اللي هو الرمز بتاع السبرينكلر او النوزل بتاعه. ماشي، يعني عايز ايه بفكر في حاجة تانية. تمام، عشان بس انا هاخد الخطوط دهيت هوصلها على طول. تمام، هعمل ايه زي كاتس زي كده. ليه؟ عشان خاطر بس ابين ايه المواسير دهيت على ليفلين مختلفين. المفروض المواسير دهيت في الطوب بتاع الرايزر عشان خاطر تغذي اللي هي المناطق العاليه اللي عندي، والمواسير دهيت اللي هي واصله في بدايه الرايزر نفسه اللي هي بتبقى على المستوى الواطي. تمام، تعالى بس نمسك ايه كات زي كده. نعمله بس روتيت. بالشكل ده كده نفس السيكونس هو حالا. انا اقول لك يعني ايه اللي انا عايز اوضحه هنا. خلص بس الحتة ديت. ده معنى ايه؟ يعني اللي انا رسمه دوت معناه ان انا مثلا هاخد الرايزر بالشكل ده كده اهو. تمام، هتلاقي عندك في ماسوره اللي هي جايه من الاوضه، جايه فين؟ جايه من اللو ليفل، وبعد كده الرايزر ده مكمل لحد الهاي ليفل ويطلع بالماسوره التانيه بالشكل ده. تمام، هو ده ايه اللي انا رسمه هنا. ماشي، ببين ده بالكات خلاص. لازم طبعا احط تكست هنا، التكست ده هيقول لي مثلا المقاس بتاع البايب كذا وات لو ليفل. بعد كده هحط مقاس تاني اللي هو احط تكست تاني على البايبس دهيت اقول ان هي ات هاي ليفل وبرده ايه المقاس بتاعها. تمام، بس تاخد بالك بقى من التكستات والديلويج فالف بتخدم انهي زون والكلام ده كله. ماشي، طيب بعد كده دي خلاص هغذيها من خلال الزونة دهيت.
دي من خلال الزونة دي، دي من خلال الزونة دي، يبقى هنا عندي واحدة اللي هي هتخدم دي، ودي التانية اللي هتخدم هنا، ودي التالتة. بعد كده عندي دي الرابعة، دي اللي هي الخامسة، ادي 1 2 3 4 5 6 7 تمام. يبقى دي واحدة، دي اللي هي هتخدم هنا التانية، ودي اللي هي التالتة، ودي اللي هي الرابعة، ودي الخامسة، ودي الستة تمام. واخر واحدة اللي هي رقم 7 اللي هي هتغذي معايا الزوم بتاع ايه، بتاع الفوم جنريتور تمام. هنيجي نعمل ايه، ممكن نمشيهم جريدز تمام. يعني هنا هيبقى عندي لوب، اللوب ده هيت هتغذي بالشكل ده كده، نبدأ نفصل بالشكل ده كده. طبعا هنا القصة بتاعت الجريدز يعني بتخدمنا كتير في قصة الضغوط، بحيث ان هي تقلل يعني مقدار كبير الضغط اللي احنا عايزينه من المية او مصدر المية اللي عندي، طرمبات او غيرها. ماشي. بعد كده عندي اللي هي الزونة رقم 3 بالشكل ده كده، مشروع عايز تركيز جامد، في شغل كتير. يمكن ده أضخم مشروع هتلاقيه موجود عندك في الكورس كله من كم المعلومات والشغل اللي هتلاقيه موجود فيه. ماشي. وبعد كده هنصغر ده برضو شوية. ماشي. بعد كده هنعمل ايه، يبقى هناخد البايب دهيت ونوصلها على طول بمين، باللي هو الزونة الاولانية، ودي خلاص بتاعت الزونة التانية، ودي هتبقى بتاعت الزونة رقم 3، ودي بتاعت الزونة رقم 4، ودي اللي هي بتاعت الزونة رقم 5، ودي اللي هي بتاعت الزونة الاخيرة اللي هي رقم 6.
طبعا ايه المفروض انت بعد ما تفنش المشروع تبدأ بقى تعمل كاتس والحاجات اللي زي كده، تمام؟ يعني الكاتات ده هي بتبقى مهمة جدا في كم المواسير الضخم اللي هيظهر معاك، فهتلاقي نفسك انك ايه يعني لو انت مش عامل كاتس والفواصل والحاجات اللي زي كده يعني هتلاقي نفسك تهت شوية. ماشي، وهكذا هتعمل برضو الكاتس في الحاجات التانية. في حاجات طبعا مش هيبقى ليها وجود اصلا، بالشكل ده كده. ماشي، الكاتس دي هي بتبين لي البايب ديت واصلة على فين، تمام؟ دي حاجة مهمة جدا يعني. يعني مثلا البايب زي كده هتلاقي ان هي معدية ديت، وبعد كده واصلة على الزونة المراد توصيلها، تمام؟ نفس القصة برضو هنا. ماشي، يبقى دي اللي هي مجموعة الزونز اللي هي هتبقى متوصلة عندي بالشكل ده كده. ماشي، بعد كده هيبقى عندي اللي هو البايب اللي هتبدأ تغذي مجموعة الجنريتورز، تمام؟ ممكن نخليها كلوب وده الأفضل طبعا. برضو هنا هنخليها لوب، وممكن نديها لون تاني مثلا وليكن لون أزرق مثلا، بحس ان هي تبقى مختلفة شوية. وبعد كده نخلي الويدث بتاعها 1/10 بس عشان نبين ان في الخط المين دوت مختلف شوية. وبعد كده عندي اللي هو التوصيلات بعد كده اللي هي خاصة ب الفوم جنريتور اهو. كل اللي انت هتعمله انك هتوصل على المين لوب بالشكل ده كده اهو، ادي هنا، وهتوصل باقي الجنريتورز على ايه على المين لوب بالشكل ده كده اهو. هتكمل برضو البايبنج، تنزل برضو تحت تبدأ توصل اللي هو بقية الفوم جنريتورز هنا. ماشي، ممكن تكبيرها اللاين ده وتبدأ توصله بالري وتخليه 5 مثلا على حسب العدد بتاع الجنريتورز اللي هي موجود عندك. بس هنا الإشكالية في الكوبي اند اري، هتلاقي هنا مسافات مش واحدة اللي هي ما بين كل فوم جنريتور والتاني، ساعتها كنا ظبطناهم بحيث ان هي ما يحصلش ان هي تتداخل مع اللي هو السيمبلز بتاعت الفوم نوزل، تمام؟ يبقى هنا هنوصل برضو البايبنج ديت. اظن ايه الدنيا سهلة لحد دلوقتي، لازم انت طبعا تبقى فاهم كل ماسوره وكل خط انت موصله موصله على فين وجاي منين ورايح فين، تمام؟
لان ممكن يجي حد يروح سالك في السيستم اللي انت عامله، ايه هو اللي انت عامله ده؟ طيب فهمني. المفروض ان انت اي حد بقى هيمسك اللوحة يبدأ ايه من خلال خبرته طبعا بيفهم ان ده اللي هو خلاص بتاع ايه، ها بتاع الفوم جنريتور اللي هو البايب ديت، ماشي، هتوصل على اللوب بتاعت ايه، بتاعت الجنريتورز بتاعت. طيب يبقى كده وصلنا اللي هي ايه البايبنج بتاعت الفوم جنريتور، فاضل اللي هي عملية التوصيل الخاصة بمين، الخاصة بالنوزل. انا دلوقتي زي ما قلت لك هتتابع اللي هو اسلوب ايه الجريد، تمام. هتخليها باي لير، وبعد كده هتوصل ايه البايبنج ده. التوصيل بقى بتاع البايبنج هيبقى سهل جدا معاك، هتعمل مثلا اري 20 دي سي او، هتكوبير ده، يعني ممكن حتى نعمل القصة ده هي كلها مرة واحدة، هوري لك ازاي الطريقة، يعني اوفر عليك يعني كتير جدا بدل ما انت ترسم كل برانش وغيره، تمام. يعني ممكن بأقل مجهود ايه يعني تنفذ القصة اللي احنا عايزينها. في حاجة يقول لك ايه work smart don't work ايه hard، يبقى هنا لما تشتغل يبقى بتحاول بقدر الامكان تشوف اي وسيلة تسهل لك العملية بتاعتك. ماشي، هنشيل اللي هي الخطوط اللي زادت ديت، كان في حتة نسيناها هنا برضو اللي هي، لا هي دي تابعة لتحت مفيش مشكلة، دي مفتوحة لتحت يعني ما نسيناهاش ولا حاجة ولا ايه. ده اسانسير وهنا المفروض في سلم، مش عارف الاسانسير ده هيوصل على فين يعني في الاخر، انا مش لاقي حتى ابواب لي اللي هي السلالم دهيت، تمام. فده يعني على حسب اللي هو المعماري اللي وصلنا يعني. بعد كده ممكن تعمل اي تعديل وفقا دي الرؤية بتاعتك اللي انت شايفها. يعني ممكن نعمل هنا يعني حركة ظريفة كده، نعمل ايزوليت من اللي هي درو اوردر، هندوس على اي واحدة من هنا في اللي هي layers، تمام. ممكن ندوس على دهيت وندوس layer isolate، نشيل الخطوط اللي ملهاش لازمة، اظن دي اسهل صح اهو. بالشكل ده، وبعد كده هدوس layer unisolate، هيرجع لك الرسم مرة تانية. تقريبا في مشكلة في الكاد او حاجة زي كده، ماشي.
نقفل دي خلاص. نقفل حتى اللي هي بتاع الصب ده. ماشي، يبقى بكده عملنا ايه اللي هي القصة بتاعت البرانشز، ووصلت كلها ما بين ايه، ما بين اللي هي المنطقتين بتاعت اللوب او الحافتين بتوعت اللوب، وكل لوبة من دولت خلاص غزيناها من خلال ايه، من خلال دريوش فالف. عملنا لوبة كمان خاصة بيه اللي هي الفوم جنريتورز، تمام. قدرنا ان احنا نعمل التوصيل ما بينها. لازم طبعا هنا نعمل اللي هي قصة الكاتس دهيت، وابين مين فوق مين ومين تحت مين. دي من الحاجات المهمة جدا اللي لازم ناخد بالنا منها. برضو هنا هتلاقي عندك اللي هي البايبس اللي هي خاصه بالزوم كنترول ستيشن، تمام. برضو هنا بنفس السيكونس هو تمام. هتاخد ممكن من الدخله دهيت وتبدا تغذي اللي هي الشبكه بتاعتك بشكل كامل. ادي اهو، تمام. هتغذي باقي اللي هي اللاينز بتاعتك. هتروح راسم مثلا المين بايب بالشكل ده كده اهو، تمام. هنختار مثلا اف اف مين، ماشي. وبعد كده هتبدا توصل اللي هي البايبنج بتاعتك من خلال اللي هو الكوريدور ده. وبعد كده هتلاقي عندك ادي اهو البرانشز بعد كده اللي هي اف اف برانش، تمام. هتبدا توصل اللي هي مجموعة البرانشز بتاعتك. ما تنساش القصة مرة تانية بنأكد عليها اللي هي عدد السبرينكلر اللي بتتحمل على البرانش الواحد، يبقى ما تزيدش عن كام، يبقى ما تزيدش عن 8 ما عدا استثناء واحد اللي هو او استثنائين ذكرهم الكود اللي هم بخصوص التسع رشاشات والعشر رشاشات. فقال لك ان لو كان عندك هتضطر انك توصل تسع رشاشات في المنظومه بتاعتك او في السيستم بتاعك، ففي الحاله دهيت يبقى انت محتاج انك تكبر اللي هو السايز بتاع اول برانش اللي هو بيغذي اول سبرينكلر. يبقى بتخلي اول سبرينكلر على 25 ملي، وتاني سبرينكلر على 32، والتسع سبرينكلر في الاخر على 50. ولو كان عندك 10 رشاشات على البرانش يبقى الاول 25 والتاني 32، وبعد كده بتخلي اللي بيغذي 10 رشاشات بيبقى كام؟ بيبقى 65. ودي بتخص فقط اللي هي درجات الهازارد اللي هي اللايت والاورديناري فقط. دي حاجات بس ايه بنحب نذكر بيها. تمام، بطريقة بسيطة جدا تقدر ايه انك توصل كل البرانشز بتاعتك. تحاول بقدر الامكان انك هتدخل مكان زي كده او فراغ زي كده او اوضة زي كده، يبقى بتدخل بسليفة واحدة. يعني ايه سليفة واحدة؟ يعني هتيجي تروح عامل دخلة واحدة هي اللي هتغذي بيها الأوضة كلها، تمام. بتحاول بقدر الإمكان تقلل عدد السليفز اللي انت هتستخدمها، ده طبعا علشان خاطر التكلفة بتاعت البايبنج النهائي، تمام. هتكمل برضو اللي هي باقي البرانشز بتاعتك بنفس السيكونس هو. تمام، دي هكملها خلاص بعدين بقى. يبقى دي هكملها بإذن الله ونشوفها مع بعض بإذن الله المحاضرة اللي جاية. هوريك بس اللي هي لأن هي تبقى حاجة سيستماتيك ما فيهاش أي مشكلة، وكمان هحط السايزنج بس عشان خاطر الوقت بتاع حضراتكم ووقت المحاضرة نفسه، تمام. فقصة السايزنج بقى هنشوفها، يعني إيه هعملها كده وهوريها لكم المرة الجاية بإذن الله. لكن بس اللي كنت عايز أوريه لك اللي هو قصة البايب التانية اللي هي بتاعت الزون دهيت، تمام. ان هي هوصلها لحد فين؟ يبقى هوصلها لحد اللي هو الاسانسير دوت، وهطلع جنب الاسانسير لحد ما اغذي اللي هي المنطقه العليا. تعال نشوف كده ازاي هنعمل التوصيل ده. يبقى هاجي هنا اوصل البايب بتاعتي. طبعا هنا هيبقى في عندي كاتس كتير،
تمام. الكتات ديت زي ما اقول لك لازم توضح عندي علشان خاطر ايه ابين ان في ليفلات وفي مستويات للي هي الشبكات بتاعتي المختلفة، يعني ما فيش تداخل من بينها وبين بعض. ماشي، هنوصل باي بكده اهو، ونوصل دي بدي، ونخلي دهيت على ال اف اف من. طبعا هتعمل الكاتس والكلام ده كله، وبعد كده هنكبير رايزر من هنا، والرايزر ده هو اللي هيطلع جنب الاسانسير طالع معاه، وبعد كده هيغذي ايه الشبكة العلوية اللي هي موجودة عندي هنا. خلاص هتاخد خلاص من الرايزر ده وتبدأ ايه تغذي الشبكة بتاعتك بشكل مباشر. اتمنى تكون المحاضرة عجبتكم بإذن الله، وبإذن الله هنشوف المرة الجاية كمالة الراوتينج بتاع القصة دهيت هكون انا عملته بإذن الله وهوريه لكم، وبعد كده الديزاين اللي هو قصدي السايزنج والتكست اللي هو هنبدأ نحطه على الريازل بتاعتنا والمين بايب. وبعد كده بإذن الله المحاضرة اللي جاية خلاص بعد ما هنتفرج على القصة دي كلها هنبدأ نرسم ايزومتريك اللي هي المنظومة بتاعتنا، وبعد كده نعمل الهيدروليك كالكوليشن الخاصة بالمشروع. وبكده بإذن الله هيكون اكتمل بالنسبة لنا المشروع ده بشكل كامل وبشكل مفصل. وبعد كده بإذن الله هيبقى فاضل لنا ابلكيشن واحد اللي هو خاص بالهيليبورتس، هنكمله بإذن الله في المحاضرة اللي بعدها، وأشوفكم بإذن الله في محاضرات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله.